من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها الإخوة، أيها الأحبة، قد يشعر الإنسان في الدنيا، يشعر بالظلم ويشعر بالضيق والهم والغم، وهو يرى حقوقه تسلب أمامه ولا يستطيع الوصول إليها، ويشعر بالضيق، ويشعر أن الحياة لم تنصفه، وأنه قد ظلم ظلماً بيناً ولم يجد من يأخذ حقه. لكل أولئك أقول: إن الله عز وجل هو العدل، سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق، سبحانه وتعالى سينصف كل مظلوم، سبحانه وتعالى حتى وإن انتشر الظلم في الدنيا ولم تجد من يأخذ لك حقك، فإن الله عز وجل قد تكفل بأخذ حقوق عباده وبإنصاف المظلوم يوم القيامة. وأن الله عز وجل قد أخبرنا أن ميزاناً سينصب يوم القيامة، سيوزن به الإنسان وعمل الإنسان وجزاء أعمال الإنسان، وكل نفس ستجد ما عملت من خير أو سوء بين يدي الله عز وجل. فهذا من عقيدة كل مسلم مؤمن في اليوم الآخر أن الميزان سينصب، وأن العباد سيوزنون، وأن الأعمال ستوزن كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى. يقول أهل العلم: في الميزان الذي سينصب يوم القيامة، ولا بد لكل إنسان أن يمر بهذه المرحلة يوم القيامة. يقولون أن الأعمال نفسها هي التي توزن، أن الله عز وجل يأخذ الأعمال الصالحة فتوزن لوحدها، ويأخذ الأعمال السيئة فتوزن لوحدها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أي أن هذا العمل هو نفسه الذي يوضع في الميزان ويوزن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان،
وفي سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. فهذا القول الأول من أقوال أهل العلم، أن العمل نفسه الذي تقوم به سواء كان صالحاً أو سيئاً، هذا العمل يجسم ويوضع في الميزان ليوزن يوم القيامة. أما القول الثاني فهو أن السجلات والصحائف التي تسجل فيها الأعمال هي التي توزن، فهناك صحائف للإنسان تسجل فيها الحسنات، وهناك صحف أخرى وصحائف تسجل فيها السيئات، فيوم القيامة توضع هذه السجلات في الميزان، سجلات الأعمال الحسنة في كفة وسجلات الأعمال السيئة في كفة، وتوزن يوم القيامة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عظيم يؤثر في كل إنسان له إيمان في قلبه، يقول صلى الله عليه وسلم: سيخلص إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، 99 سجل كتاب، كل سجل لمسجلة فيه الأعمال السيئة للإنسان كم حجمه؟ كم سيكون حجمه؟ مد البصر. انظر لما تقف أنت في المكان في الفضاء وتنظر أمامك، مد البصر إلى النهاية كم من الكيلومترات؟ هذا السجل الواحد، هذا حجمه، وهو ليس سجلا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 99 سجل لهذا الإنسان، كل سجل مثل مد البصر مملوء بالأعمال السيئة التي عملها الإنسان. ثم يقول له المولى سبحانه وتعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ هل تنكر شيء مما هو مسجل عليك في هذه السجلات؟ فيقول هذا الإنسان ويعترف ويقول: كلا. يقول له المولى سبحانه وتعالى: أظلمك كتبت الحافظون؟ هل ظلمت؟ ظلمك الكتبة؟ سجلوا عليك سيئة أنت لم تعملها؟ هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول هذا الإنسان: لا يا ربي. فيقول له المولى: أفلك عذر؟ هل عندك عذر تعتذر به عن سيئة من هذه السيئات؟ أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي، ليس لي عذر في هذه السيئات، وهذه الأعمال المنشورة في السجلات ليس لي من عذر في أي عمل من هذه الأعمال السيئة. فيقول الرب تبارك وتعالى وهو الغني عن عباده: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرجون له بطاقة لهذا الإنسان، يخرجون له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. فيقول هذا الإنسان: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يقول هذا الإنسان: يا ربي، ما تنفع هذه البطاقة مع 99 سجل، كل سجل مد البصر وكله مملوء بالسيئات، ما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما الذي ستقدمه لي؟ وبماذا ستنفعني هذه البطاقة؟ فتؤخذ هذه البطاقة الوحيدة المكتوب فيها شهادة التوحيد، توضع في كفة الميزان الضخم، ميزان يوم القيامة، ويؤتى بال99 سجل المملوءة بالسيئات توضع في الكفة الثانية. فما الذي يحدث؟ فما الذي يحدث أيها الإخوة؟ تطيش كل سجلات السيئات، تضيع، تثقل، تهبط هذه البطاقة بقوة لدرجة أن السجلات السيئات تطير وتختفي من ثقل شهادة التوحيد، بشرط من أتى بها بشروطها المشروطة. فشهادة التوحيد ليست مجرد نطق باللسان فقط، إنما لابد
من الإخلاص لها والعمل بمقتضياتها والإيمان واليقين إلى غير ذلك من مقتضيات شهادة التوحيد. فهذا القول الثاني في أن الذي يوزن يوم القيامة هو السجلات التي فيها السيئات وفيها الحسنات. وهناك قول ثالث لأهل العلم أن الذي يوزن يوم القيامة هو ذات العمل، ذات العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن الذين يعملون به يأتون يوم القيامة أمامهم القرآن وتقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران تدافعان وتحاجان على الإنسان وتحميان الإنسان وتحافظان على الإنسان كأنها طير صواف، طير ممدودة أجنحتها تظلل على الإنسان. هذا القرآن وهذا العمل الصالح يوزن يوم القيامة ويسجل في سجل الإنسان. أما القول الرابع وهو القول الأخير فأن الذي يوزن يوم القيامة هو الإنسان، ذات الإنسان، هو ذات الإنسان يوضع في الميزان. ومصداق ذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، الرجل العظيم بماله وجاهه ومنصبه ومكانته، السمين التخين، يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا، قال صلى الله عليه وسلم، مصداق ذلك قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والصحيح الذي جمع أهل العلم أن الذي يوزن يوم القيامة هو الإنسان وعمل الإنسان وثواب الإنسان وسجلات الإنسان، كل ذلك يوضع في كفة، وتوضع السيئات في كفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لماذا نسوق هذا الحديث في هذا اليوم أيها الإخوة؟ لكي يشعر الإنسان بالإطمئنان من جانب، ولكي يستعد الإنسان لهذه المرحلة التي سيمر بها كل إنسان لا محالة. فالميزان من أعمال يوم القيامة، من أعمال اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو من أركان الإيمان. من لم يؤمن باليوم الآخر فقد كفر والعياذ بالله، ولا بد لك أن تؤمن باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو منذ موت الإنسان وعذاب القبر وسؤال الملكين والبعث والنشور والصراط والميزان والحوض ودخول الجنة ودخول النار، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. لكي نستعد لهذا اليوم، لكي يملأ كل إنسان منا السجلات بالأعمال الصالحة، لكي يركز كل منا في إثبات التوحيد، لأن التوحيد هو الذي ينفع الإنسان يوم القيامة. حتى العاصي، حتى الذي يرتكب الصغائر والكبائر، إن مات على التوحيد الصحيح، إن مات على شهادة التوحيد، تكون له نجاة يوم القيامة. وحتى إما أن يغفر الله له عز وجل ابتداءً، يغفر له ما عمل من كبائر ومن صغائر ويدخله الجنة مباشرة بفضل التوحيد، وحتى وإن عذبه الله عز وجل في النار بقدر معصيته فمآله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، مآل أهل التوحيد إلى الجنة، إلى الجنة، يدخلهم الله عز وجل العصاة إلى النار لكي يتطهروا من ذنوبهم، ثم بعد ذلك ينتقلون بفضل الله وبرحمة الله وبفضل توحيدهم ينتقلون إلى جنة الرحمن. هذا من جانب لنهتم، والجانب الآخر لنطمئن حتى لا يسيطر علينا اليأس ولا الإحباط، ونحن لا نرى ميزانا في الدنيا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة في أكثر من آية فيها عن أهمية الميزان، الميزان الذي غاب من حياة الناس، غاب في تعاملك بينك وبين الله، وفي تعاملك وبين الخلق، وبينك وبين الخلق على اختلاف درجة قرابتهم منك، من زوجتك ومن زوجك، وبينك وبين أبنائك، وبينك وبين أشقائك وشقيقاتك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين أقاربك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين جميع عموم المسلمين. الميزان الذي غاب، لا يوجد ميزان شرعي
في التعامل. كل إنسان يريد أن يثقل كفته هو على حساب الآخرين. لابد أن تطمئن حتى وإن واجهت ظلماً من زوجتك، أو واجهت ظلماً من زوجك، أو واجهتما ظلماً من أبنائكما، أو واجهتم ظلم، أو واجهت ظلماً من أقربائك أو من إخوتك أو من الناس جميعاً أو من المسؤولين أو من الحاكم أو غير ذلك، اطمئن، هناك ميزان يوم القيامة وستأخذ حقك كاملاً بإذن الله. لذلك تكلمنا عن الميزان لنستشعر أهمية هذا الأمر. أيها الإخوة، في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار أو تذكرت النار أو ذكرت النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في بيت الرسول، قالت فبكيت، بكت عائشة رضي الله عنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فقال صلى الله عليه ثم قالت: فهل يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تريد أن تخفف عن نفسها، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ستذكرني يا رسول الله يوم القيامة؟ تذكر زوجتك؟ هل ستذكرون أهليكم يوم القيامة في أهوال يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم في قول مخيف، قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. لا يذكر أحد أحدا في ثلاثة مواطن يوم القيامة، لا الابن يذكر والده، ولا أمه، ولا شقيقة، ولا الأب يذكر ابنه، ولا الأم تذكر أبنائه وهي الرحيمة بهم، ولا الناس يذكرون بعضهم بعضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال صلى الله عليه وسلم: أما هذه المواطن فعند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. في مرحلة الميزان لما يؤتى بالإنسان قلبه يرتجف وهو خائف يرتعد، سيوزن، سيوضع على الميزان، وهذه المرحلة ستحدد له مصيره. في هذا الموقف لا يذكر أحد أحدا. وعند الكتاب، عند استلام الكتب باليمين أو الشمال، حين يقال: هاؤم اقرؤوا كتابيه، فإن الإنسان لا يذكر أحدا حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله. وفي الموطن الثالث الذي لا يذكر فيه أحد أحدا، عند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم، فإن الإنسان لا يذكر أحدا، كل إنسان مشغول بنفسه، اذهب عني، ابحث لك عن منجأ وعن ملجأ، لا يذكر أحد أحدا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لنا جميعا. وبعد الميزان، وما سيوزن من الإنسان في هذا الميزان، ينتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم أيها الإخوة، إلى مرحلة عظيمة مخيفة تتلو الميزان. والرعب الذي ستشعر به عند الميزان لا يقارن، رغم عظمته وشدته فهو لا يقارن بما ستشعر به بعد الميزان إن أنجاك الله عز وجل وكنت من الناجين. ونسأل الله أن يسلمنا جميعا. بعد الميزان هناك الصراط، هناك الصراط. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصراط: فهو أدق من الشعر، شعرة، هو أدق من الشعرة. هذا الصراط هو عبارة عن جسر، نسأل الله العفو والعافية، جسر منصوب فوق جهنم، لابد لك من أن تمر على هذا الجسر وأن تعبر هذا الجسر لكي تصل إلى النجاة، تصل إلى الجنة، وتحت هذا الجسر هناك جهنم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الجسر هل هو جسر إسمنتي، جسر حديدي من الجسور التي في أذهاننا يبرع مهندسو الدنيا في تصميمها وفي بنائها، جسر عريض من الرخام، من الإسمنت، من الحديد، من مادة هذا الجسر؟
ما مواصفات هذا الجسر الذي سنمر عليه جميعا لا محالة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لنستعد يا عبد الله، هذا الجسر الذي ستمر عليه شئت أم أبيت هو أدق من الشعر. انظر إلى الشعرة، خذ شعرة من شعرك انظر إليها، هو مازال أدق منها، مازال أرق منها. وبالمقابل رغم دقته وصغر حجمه ومساحته فهو أحد من السيف، يمزق الأقدام، أحد من السيف. تصور لو الإنسان يمشي على سيف، كيف وماذا سيحدث لأقدامه؟ فأنت وأنا وكل الناس سنسير على هذا الجسر وسنعبر على هذا الجسر. نسأل الله أن يجعلنا من السالمين. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا صلى الله عليه وسلم وأمتي، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول أمة وأول رسول يؤذن له بالسير على هذا الصراط إلى الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك الموقف قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم إلا الرسل. كل الناس من هول الموقف ومن الخوف والرعب والهلع لا يستطيعون الكلام، ولا يتكلم إلا الرسل في ذلك اليوم. ما الذي يقوله الرسل؟ ما الذي ينادي به الرسل في ذلك الموقف؟ كل الرسل ينادون ويقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وتحت هذا الصراط هناك جهنم ولها كلاليب تخرج منها وأعناق تخرج منها. هذه الكلاليب تتجه إلى أناس معينة، تخطفهم من فوق هذا الصراط، تأخذهم وتلقي بهم في جهنم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يمر عليه الناس. فمنهم من ينجيه الله عز وجل بإيمانه، ومنهم والعياذ بالله من يقع فيها. يساق الخلق جميعا إلى الصراط، لأن الله عز وجل قد أقسم في قرآنه أن جميع الخلق من الرسل والأنبياء إلى بقية الخلق لا بد من مرورهم على الصراط. فقال ربنا تبارك وتعالى في قسم عظيم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقسم في ذلك المكان، تقسم الأنوار على الناس حسب الإيمان والإخلاص والأعمال في الدنيا. من الناس من يجعل الله عز وجل له من النور ما هو كالشمس، الأمور واضحة والصراط يراه واضح، واضح وبين، له نور من الله عز وجل، نور الإيمان، نور العمل الصالح، نور الإخلاص، نور التوحيد، يكون كالشمس. ومنهم من يجعل الله عز وجل ويجعل نوره كنور النجم يرى طريقه، ومنهم من يجعل له نور كالسراج، كالسراج، نور السراج. ومنهم من ليس له نور، من ليس له نور. هذا الصراط وهذه الدقة وهذه الحدة زد عليها أن يكون الإنسان يسير إليها في الظلام، يتلمس طريقه، لا يدري أين يضع رجله، هل هي فوق الصراط أم على جانبي الصراط. وهذا بسبب أنه ليس من أهل الأعمال الصالحة ولا التوحيد. في هذا الموقف وعلى جانبي الصراط، من يقف على جانبي الصراط أيها الإخوة؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن تقف الأمانة وتقف الرحم، الأمانة والرحم على جانبي الصراط. فلا يمكن لخائن الأمانة أياً كانت هذه الخيانة، وسبق أن حدثتكم عن الأمانة وأنها ليست بالصورة النمطية التي في أذهان كثير من الناس، أن يعطيك إنسان مالاً مثلاً أو وديعة أو ذهباً أو مستندات أو أوراقاً معينة فتحتفظ بها، هذه صورة وحيدة من صور الأمانة. الأمانة عظيمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. أمانة الدين
أمانة الدعوة، أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة الزوجة، أمانة الأولاد، أمانة العمل، أمانة الرعية، كل هذه الأمانات ستسأل عنها، ولا يمكن للخائن أن يمر على الصراط. ومن جانب آخر تقف الرحم، الرحم تقف، فلا يمكن لعاق أن يمر على الصراط، ولا يمكن لقاطع رحم أن يمر على الصراط. ستقع في جهنم لأنك كنت عاقاً لوالديك، للأم المسكينة وللأب المسكين، كنت لا تستمع لكلامهما، كنت تجفوهما، كنت قاسياً عليهما، كنت تقول لهما أفٍ وتنهرهما، كنت تفعل الأفاعيل، كنت عاقاً لوالديك، كنت قاطعاً لإخوانك، كنت قاطعاً لأخواتك، كنت قاطعاً لأعمامك وعماتك، كنت قاطعاً لأرحامك، فلا يمكن لك أن تسير على هذا الصراط. ويمر الناس على الصراط على حسب استقامتهم وعلى حسب دينهم. يمرون أولاً كما قلنا يجعل الله عز وجل للناس نوراً على حسب أعمالهم، ثم يمرون عليه، منهم من يمر عليه كرمش العين، هذا الصراط الطويل الدقيق الحاد فوق جهنم، مع ذلك أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الأعمال الصالحة يمرون عليه كرمش العين. انظر، انظر إلى الزمن، رمش العين لا يقدر، فيمر عليه كرمش العين لأنه كان من المؤمنين الصادقين. ومن الناس من يمر عليه كالبرق، كالبرق بسرعة البرق، ومنهم من يمر عليه كالريح بسرعة الريح، ومنهم كأجاويد الخيل، الخيل القوية، الخيل المسرعة، ومنهم من يمر عليه بمشية سريعة، ومنهم من يمر عليه بمشية بطيئة، ومنهم من يحبو كالطفل الصغير الذي يحبو على أقدامه، على يديه وعلى أقدامه يحبو عليه حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم والعياذ بالله من يقع، وهؤلاء هم أهل الفسق وأهل الفجور. أيها الإنسان، أيها المسلم، تصور وتخيل نفسك وأنت ترى هذا الموقف، تخيل نفسك حتى مش في هذه الخطبة، حتى لما ترجع لبيتك تخيل موقف الصراط، تخيل موقف الصراط، ظلام دامس وأمامك هذا الموقف، وتحتك وادي صحيح لا ترى نهايته، من عمقه لا يمكن ترى نهايته، وفيه جميع أنواع النار والعذاب والعياذ بالله، وأنت ينادى عليك فلان ابن فلان، جاء دورك للمرور، الناس أمامك طوابير وأنت واقف أيضا في الصف تنتظر دورك، وأنت ترى أمامك الناس، ترى من أقربائك، من أعمامك، من أخوالك، من أخوان، من إخوتك وأخواتك، من جيرانك، من أصدقائك، من أبناء الحي، من كل الناس الذين تعرفهم، ترى منهم من مر أمامك، ترى منهم من نجاه الله عز وجل، إما زاحف أو يحبو أو يسعى أو يمشي أو بسرعة كبيرة وقد نجا إلى الطرف الآخر، ذاهب إلى الجنة، ذاهب إلى أبواب الجنة، وترى من تعرف من أقاربك وأصدقائك وخلانك، تراه أمامك، جاء دوره، مشى خطوة أو خطوتين ثم وقع في النار، وترى خلفه وأنت رويدا رويدا يصل إليك الدور، حتى تسمع فلان ابن فلان تقدم وسر على الصراط. تخيل هذا الموقف، تخيل هذا الموقف حتى تستعد، الأمر ليس بالهين، ما كان حديثاً يفترى، هذه الأساسيات اللي تخلي الإنسان تفكير في هذه الأمور، لربما تردع من في قلبه ذرة من إيمان، أما من طمس الله على بصره وبصيرته فأولئك لا يرجى منهم خير. الحديث لأهل الإيمان، من خبى نور الإيمان في قلوبهم، من ضعف الإيمان في قلوبهم، لكي نستيقظ جميعاً، لكي نبدأ في إعداد وملء السجلات بصالح الأعمال والإيمان والأعمال التي يرضى بها ربنا تبارك وتعالى، فأمامنا أهوال عظيمة. المسألة كما قال أهل السلف الصالح، ليتها كانت مجرد موت، ليت المسألة كانت مجرد موت، أن الروح تخرج من جسد الإنسان وينتهي، لكن المسألة بعدها أهوال، بعدها قبر ضيق، بعدها اختلاف ضمة في القبر، بعدها سؤال ملكين، بعدها أبواب تفتح لك إما إلى الجنة إلى النار، بعدها بعث ونشور وتفجر للقبور
وقوف بين يدي الله عز وجل، وحساب وميزان وصراط وحوض وجنة أو نار، كل ذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا جميعا من غضبه وأن يوفقنا للعودة والتوبة إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين. أحبتي في الله، في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليقفن أحدكم بين يدي الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله حجاب. سيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل مباشرة، ليس بينه وبين الرب حجاب ولا ترجمان، ستكلم ربك مباشرة ويكلمك الرب مباشرة دون مواسطة ولا رسول ولا ملائكة ولا ترجمان. ثم يقول لك الرب تبارك وتعالى: عبدي ألم أوتك مالاً؟ فيقول العبد: بلى يا رب. ألم أرسل إليك رسولاً؟ فيقول: بلى. فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذلك اليوم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ ألم تعدني بأنني لن أظلم بين يديك؟ ألم تحرم الظلم على نفسك يا رب؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: بلى يا عبدي. فيقول هذا العبد وهذا الإنسان: فإني لا أجيز، ولا بمعنى لا أرضى شاهداً على نفسي إلا مني، أريد شهوداً مني، لا أرضى لا بشهادة بقية الشهود الخلق ولا بشهادة الملائكة ولا بما سجل في الكتب، أريد شهادة من نفسي على نفسي. فيقول الرب تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً. ثم يختم على فمه ويقال لأركانه ولجوارحه: تكلمي وانطقي واشهدي عليه. فتتكلم العين
وتتكلم الأذن وتتكلم اليد وتتكلم الرجل وتتكلم البطن ويتكلم الفرج وتتكلم جميع الجوارح، وتبدأ في النطق بما عمل هذا الإنسان بهذه الجوارح، ثم بأمر الله يخلى بينه وبين الكلام، فيبهت هذا الإنسان: جوارحي التي قمت بإمتاعها في الدنيا، متعت الرجل واليد والفرج والبطن واللسان والعين والأذن وبقية الجوارح، تمتعت في الدنيا وسمحت لك بالمتعة، ثم تشهدين علي يوم القيامة. يخلى بينه وبين الكلام، فيبدأ هذا الإنسان في توجيه الكلام لأعضائه، لجوارحه، لأركانه، ويدعو عليها بلسانه: بعداً لكن وسحقا، بعداً لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، كما قال صلى الله عليه وسلم. وتستمر الخصومة بين يدي الله عز وجل، حتى تصل الخصومة بين ماذا أيها الإخوة؟ بين الجسد والروح للإنسان نفسه، تتخاصم روح الإنسان مع جسد الإنسان، يتكلم الجسد يخاطب الروح: أنا جسد ميت، أنا بدون الروح عبارة عن أعضاء ميتة، أنت التي حركت الشهوة فيه، أنت التي تمتعت بما عملت، ولولاك لكنت جسدا ميتا لا أساوي شيئا. تقول الروح: بل العين، عينك هي التي تمتعت، وأذنك هي التي تمتعت، أعضاؤك الحسية المادية، فرجك هو الذي تمتع، رجلك تمتعت، بطنك تمتعت بالحرام. وتستمر الخصومة وتكبر الخصومة بين جسدك وروحك، بين جسدك وروحك، فيبعث الله عز وجل ملكا ليحكم ويفصل بينك بين جسدك وبين روحك. فيقول هذا الملك: مثلك أنت أيها الجسد ومثل الروح كمثل رجل يبصر لكنه مقعد، مقعد معاق لا يتحرك يبصر، ورجل آخر صحيح لكنه أعمى، دخلا بستانا ليسرقا ثمارة. فقال الرجل الصحيح، فقال الرجل المبصر المقعد: أرى الثمار وأرى أنواع الشجار الأشجار، لكني لا أستطيع الوصول إليها. وقال الأعمى: وأنا أستطيع أن أصل إليها لكني لا أراها. فاتفقا فيما بينهما، صعد الرجل المبصر المقعد المعاق على أكتاف الأعمى الصحيح الذي لا يرى، وأخذ يوجهه، يقول له: اذهب يميناً، تقدم أماماً، إلى أن يصل الشجرة فيأخذ من ثمارها، ثم يأمره، وهكذا. فسألهما الملك: فعلى من تقع العقوبة لو تم القبض عليهما؟ على من تقع العقوبة؟ من السارق؟ من الذي يعتبر سارقاً وتقع عليه العقوبة؟ الذي هو في الأعلى يأخذ الثمار ويأكلها مناصفةً مع الأعمى، أم الأعمى الصحيح الذي يتحرك بالمقعد حتى يأخذ هذه الثمار؟ فقال هذا الإنسان الذي تتخاصم روحه مع جسده وجسده مع روحه، قال: تقع العقوبة عليهما، كلاهما اشتركا في السرقة وفي هذا العمل الآثم. فقال الملك: فكذلك أنتما، الروح والجسد، تقع عليكم العقوبة، الروح حركت والجسد استجاب. لذلك اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفثي ونفخه: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كان الإنسان يصدق أو يعتقد أو يؤمن، أن يشهد عليكم
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أختم بهذا الحديث المؤثر العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس رضي عن أبيه رضي الله عنهما قال: وكلنا تمنينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذا السؤال، سأله نيابة عنا هذا الصحابي الجليل. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل، سأشفع لك. قال: فأين أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، ابحث عني عند الصراط. فقال: فإن لم ألقك يا رسول الله ولم أجدك عند الصراط، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عند الميزان. قال: فإن لم أجدك يا رسول الله عند الميزان، فقال: أنا عند الحوض، فإني لا أخطي هذه الثلاث المواطن، ستجدونني إما عند الصراط، وإما عند الميزان، وإما عند الحوض. لكل من يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ربما تلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في موطن من هذه المواطن، لكنك لن تنال شفاعة النبي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليزادن أقوام من أمتي عند الحوض. يكون صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فيأتي أناس من أمة الرسول يبحثون عنه فيجدونه، فلما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يستبشرون ويفرحون ويأتون مسرعين لمقابلة النبي عند الحوض، لملاقاته، لمعانقته، لاحتضانه، لأن يشربوا من يده من نهر الكوثر شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وبينما هم في الطريق يرون الرسول أمامهم، فجأة تخرج عليهم الملائكة، تقطع عليهم الطريق وتدفعهم وتطردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزعج النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الملائكة ويقول: لماذا؟ هؤلاء من أمتي، هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء من أمتي، لما تمنعونهم عن الوصول إلي؟ فيلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلتفت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد، يا رسول الله، إنك لا تدري ما الذي فعلوه من بعدك، إنك لا تدري ما الذي أحدثوه من بعدك. انتموا إلى أمة الإسلام بالقول، لكنهم أحدثوا بعدك أحداثاً عظيمة، عصوا الله عز وجل، سفكوا الدم الحرام، أكلوا مال اليتيم والضعيف والمسكين والأرملة، قطعوا الأرحام، خانوا الأمانة، أكلوا الرشوة والربا، سرقوا الأموال، اغتصبوا أموال الناس، قطعوا الطريق، انتهكوا الحرمات، ظلموا الضعيف، قطعوا الطريق، قصفوا الأبرياء، استحلوا الحرمات، وقعوا في الشركيات، شربوا الخمور والمسكرات والمخدرات، تعاطوا الغيبة والنميمة والبهتان، نشروا الفتنة والشائعات. إنك لا تدري يا محمد، يا رسول الله، ما الذي فعلوه من بعدك. هؤلاء الذين تريد أن تسقيهم بيدك الشريفة شربة هنيئة من حوضك الذي آنيته بعدد نجوم السماء، هؤلاء قد فعلوا من بعدك هذه الأفعال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من برهة ومن لحظات يدافع عنهم، يقول: إذن سحقاً وبعداً لهم. فانظر لنفسك أيها الإنسان.
وتفكر واعلم أن ما سمعته من حديث هو حجة عليك بين يدي الله عز وجل، حتى لا يقول إنسان لا أعلم، لم أعلم أن هناك ميزان ولا صراط ولا صراط ولا حوض ولا سؤال ولا سجلات ولا جهنم ولا جنة ولا نار. قد بان لك الأمر وتبينت لك الحقيقة بما هو في كتاب الله وسنة رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلين هذه القلوب القاسية، هذه القلوب القاسية التي تغطت بالران من كثرة الذنوب والمعاصي، من عدم التوبة، من الاستمرار في الغي، من عدم الأوبة إلى الله عز وجل، من عدم الاعتراف بالتقصير وبأننا قد بعدنا عن الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يلين هذه القلوب، أن يملأ القلوب بالإيمان، أن يهدينا إليه سبحانه وتعالى، أن يردنا إليه رداً جميلاً، أن يختم لنا بالإيمان وبالإسلام وبشهادة التوحيد، وأن يجعلنا من أهل التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلة الأرحام، على بر الآباء والأمهات، وعلى صلة الإخوة والأخوات، وعلى صلة بقية الأرحام، وأن يعيننا على حسن الجوار وعلى الإحسان لجميع المسلمين، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدوا لنا وللإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير رددته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهدائنا إلا تقبلته، ولا مظلوما إلا دافعت عنه ونصرته، ولا مهجرا مسكيناً ضعيفاً مظلوماً إلا نصرته وأيدته ورددته إلى أهله وممتلكاته وبلده وأقربائه وأحبائه. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين. يا ربنا، من مكر بنا ومكر بديننا ومكر ببلادنا وأراد لنا شراً وسوءاً ومكراً وخيانةً وذلاً واستعباداً ومهانة، اللهم اكفنا شره، لدنا بحماك، واستنجدنا بك يا قوي يا جبار. ادفع عنا الظالمين، ادفع عنا يا رب العالمين الفاجرين، ادفع عنا من يريد بنا وبديننا شره وببلادنا سوءاً. يا ربنا احفظ ليبيا، يا ربنا احفظ ليبيا، وأنت خير الحافظين، واحفظ سائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا، ردنا إلى بعضنا البعض، اجمع كلمتنا، وحد صفوفنا، انصرنا على الظالمين. يا ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد من الضعفاء وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.